السلام عليكم. وضع عالم النبات والأنثروبولوجيا أندري جورج سؤالاً واحداً وقدمه لمجموعة من علماء الأحياء والأطباء وعلماء الطبيعة. كان هذا السؤال: ما هي الحياة؟ وعندما تلقى الإجابات وجد أن غالب الإجابات كانت حذرة وغير محددة، وأما أكثر الإجابات وضوحاً فهي التي تضمنت مصارحة واعترافاً بالعجز وقصور العلم الطبيعي عن تفسير الحياة. فهل هذا السؤال الوحيد الذي عجز العلم عن الإجابة عنه؟ أم ثمة أسئلة أخرى؟ في القرن السابع عشر الميلادي ظهرت في غرب أوروبا مجموعة من النظريات العلمية الجديدة، وكانت هذه النظريات مناقضة تماماً لما كانت تتبناه الكنيسة الأوروبية من أفكار ونظريات. وفي هذه الأثناء بدأ صعود نجم العلم التجريبي، فافتتن الناس به وأصبح أملهم الوحيد في الخلاص من الجهل والخرافة، حتى بلغ من غلو أطياف منهم أن اعتمدوا على العلم ونتائجه وجعلوه بديلاً عن الدين واستغنوا به عن الإله. فتحول العلم الحديث بصورته المادية عند هؤلاء القوم إلى إله جديد، حتى لقب القرن التاسع عشر بعصر عبادة العلم. ليس ذلك فحسب، بل أصبح العلم بصورته التجريبية هو المصدر الوحيد للمعرفة. فطرحوا الاستدلال العقلي وأهدروا حجية نصوص الدين، فليس ثمة معرفة إلا بالعلم. فكانت تلك هي التربة الخصبة التي نبت فيها خطاب العلموية، وهي حركة أيديولوجية مادية تتخذ العلم غطاء لها. كما أضحت تتردد بين العلمويين عبارات مثل: أنا أؤمن بالعلم، وأنا أصدق العلم، دون أن يفحص ما بداخلها من دلالات. وفي هذا المعنى يقول فيلسوف العلوم الألماني هانز ريشنباخ: بلغ الاعتقاد في العلم حداً جعله يقوم بوظيفة اجتماعية كانت في الأصل للدين. وكما أن لكل عصر أصنامه، فالعلموية بهذا المعنى أسست لصنم جديد، وهو صنم العلم الطبيعي، وجعلت حدود العلم أوسع من مجرد المعارف التجريبية في المعامل، وإنما تمتد إلى الفلسفة والدين. وفي هذا المعنى يعبر الفيلسوف الملحد برتراند راسل عن موقف العلموية من الأديان، فيقول: يحق لنا أن نتساءل بشأن هذه المعلومات، فهذه المعلومات في المقام الأول لا تخضع للاختبارات العادية، لكن حين يخبرنا رجل العلم بنتائج تجربته فإنه يخبرنا أيضاً بالطريقة التي أجريت بها، فيتسنى للآخرين أن يجربوها بأنفسهم ويتأكدوا من صحتها. فهل هذا القول صحيح بإطلاق؟ عند العلمويين نجد أن كلمة مثل لقد أثبت العلم دليلاً حاسماً لإنهاء أي نقاش. والسؤال هنا: ماذا لو عجز العلم عن الإثبات؟ بل ماذا لو عجز العلم عن الدفاع عن نفسه؟ دعنا نبدأ من الشق الثاني من السؤال: هل يستطيع العلم الدفاع عن نفسه والبرهنة على صدقه إن عددناه المصدر الوحيد للمعارف؟ ليس لدينا أمام هذا السؤال سوى أحد خيارين. الخيار الأول هو الاستدلال بشيء خارج عن العلم، كالعقل مثلاً وأولويات المعارف، للبرهنة على أن العلم الطبيعي هو سبيل المعرفة الوحيد. ففي هذه الحالة يكون العلم قد ناقض نفسه وهدم دعوى قدرة العلم على معرفة كل الحقائق. أما الخيار الثاني فهو أن يعتمد العلم على نفسه في محاولة إثبات أنه الطريق الحصري للوصول إلى الحقيقة، وفي هذه الحالة يكون قد وقع في خلل منطقي مشهور وهو الدور، إذ كيف يستدل على صحة الشيء بالشيء نفسه؟ أما السؤال الأول وهو قدرة العلم على إثبات كل شيء، فثمة الكثير من الطرق المسدودة التي يعجز العلم عن الدخول فيها،
فضلاً عن تقديم إجابات منطقية بشأنها مثل القيم والأخلاق وأسئلة الوجود الكبرى. ليس ذلك فحسب، بل حتى على مستوى الأمور اليومية المتكررة والتي تقع خارج حيز المعمل. وفي هذا المعنى يقول شرودنجر، وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل، إن العلم يسكت سكوتاً فاضحاً عما هو قريب جداً إلى قلوبنا. إنه لا يستطيع أن يقول لنا كلمة واحدة عن الألم الجسدي واللذة الجسدية، عن الخير أو الشر، عن الجمال أو القبح. صحيح أن العلم يدعي أحياناً بعض الإجابات عن ذلك، إلا أنها أجوبة على قدر من السخف لا نميل إلى أخذها مأخذ الجد. فالغلاة في العلم جانبوا الصواب حين حاولوا تقديم إجابات عن هذه الأسئلة الفلسفية باستخدام الأدوات العلمية. لذلك يقول الفيلسوف البوسني الراحل علي عزت بيجوفيتش، إن التقدم العلمي مهما كان واضحاً بارزاً لا يمكنه أن يجعل الأخلاق والدين غير ضروريين. فالعلم لا يعلم الناس كيف يحيون، ولا من شأنه أن يقدم لنا معايير قيمية. ذلك لأن القيم التي تسمو بالحياة الحيوانية إلى مستوى الحياة الإنسانية تبقى مجهولة وغير مفهومة بدون الدين. ومثل هذا النقد هو ما جعل الثقة في العلم تخفت وتصبح أكثر تواضعاً من ذي قبل وأكثر إدراكاً لمجالات عمله، وهو ما سجله سترومبرغ بقوله: وقد نجم عن تدمير هذه الصورة أن أصبح العلماء أكثر تواضعاً وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامض بدلاً من حديثهم عن التقدم نحو المعرفة الكاملة. وفي سطر آخر من قصة العلم نجد أن العلم الحديث نفسه ليس نزيهاً إلى هذا الحد الذي يصوره أصحابه، وأنه عرضة للتلاعب. فعلى سبيل المثال، قد كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن مؤسسة قد دفعت أموالاً لثلاثة باحثين في مجال التغذية من جامعة هارفارد من أجل إخفاء أبحاث تظهر علاقة السكر بأمراض القلب، إذ طلبت المؤسسة من الباحثين إلقاء اللوم على الدهون بدلاً من السكر فيما يتعلق بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وبالفعل نشر هؤلاء الباحثون تقريراً في أحد الدوريات وأخفوا عنه ضرر الإفراط في تناول السكريات على القلب. وقد دفع هذا التقرير الكثير من الأمريكيين إلى التخلص من الأطعمة الدهنية في نظامهم الغذائي واللجوء إلى الوجبات الغنية بالسكر، في حين أثبتت الأبحاث أن الإفراط في استهلاك السكريات يمكن أن يكون أكثر تدميراً للصحة. ليست هذه الدراسة هي الفريدة من نوعها، إذ إن المجتمع العلمي مجتمع بشري تسري عليه صفات النقص والخطأ والتحيز التي تسري على جميع البشر. فافتراض النزاهة التامة في الأروقة العلمية ناتج عن النظرة الشعبوية في التقديس للعلم، في حين أن الواقع يخبر بعكس ذلك، بل يعترف حوالي 40% من الباحثين بارتكاب ممارسات بحثية مشكوك فيها، بما في ذلك التلاعب بالدراسات للوصول لنتائج محددة وفق أجندة مسبقة، وخلط النتائج السلبية بالنتائج الإيجابية لإضفاء الشرعية على هذه النتائج. وفي استطلاع وطني للباحثين العلميين في المملكة المتحدة، قال ما يقارب 60% من المتفاعلين مع الاستطلاع أنهم تعرضوا لضغط يهدف إلى الإخلال بسلامة دراساتهم ومعايير ممارساتهم العلمية. لا ريب أن حياتنا أصبحت أكثر راحة وسهولة ورفاهية بفضل العلم، وصرنا أكثر قوة وأعلى كفاءة بسبب تطبيقاته. ولكن الحقيقة التي غيبها عن أبصارنا بريق العلوم الطبيعية هي أن العلم لديه معتقداته الخرافية أيضاً، وذلك عندما يترك مجال الطبيعة. إلى اللقاء.